النهارده في لقاء على فيديو قاعدة بيننا وبين إخواننا من جمهورية السودان، شعب السودان الشقيق. جايين النهارده، إحنا كنا عاملين في زيارة من حوالي 7 شهور أو 8 شهور، وهم النهارده جايين عشان نتوقع مع بعض ونشوف التفاهم وكل كلمة بينهم بالتعاون ما بين الشعبين. إحنا ما بنقولش عاملين، لكن أصلًا هو شعب واحد، يعني الفترة اللي كانوا بيقولوا شعب واحد وبلد واحد وفكر واحد ومصير واحد. يعني النهارده بنفعل هذا الموضوع بتوسيع مسيره التفاهم بيننا وبين وفد الشعب السوداني من جمعيه الصداقه السودانيه المصريه برياده الدكتور زياد احمد وزير الاطباء في السودان والسفير يوسف ومجموعه من الاخوه السودانيين. والله احنا في قضايا كتير بنتكلم فيها بعد فتره، لكن احنا بنشوف التعاون المشترك بيننا ومسيرة البلدين. يعني احنا بنتكلم في الشعب، حاجه شعبيه، الدبلوماسيه الشعبيه بتاعنا فيها، بنحاول نعرض وجهات النظر علشان دايما احنا كشعب واحد بنحب ان احنا ما فيش اي نوع من الخلافات، حتى لو في خلافات سياسيه دي ما بتستمرش، لكن احنا كشعوب لازم ان احنا بنحترم اراء بعض واختيار بعض. هذا النظر بينهم.